من مدينة السلام شرم الشيخ، ومن أحد أشهر شوارع في شرم الشيخ وأحد أشهر الميادين وهو سوهو سكوير. يمكن النهارده بكره هيبقى بشكل رسمي بدايه منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين. احنا بنتكلم هنا من احد اهم الميادين في مدينه السلام شرم الشيخ. يمكن شباب العالم كل الوفود وصلت بسلام وامان، كل الناس بقت موجوده بدايه من بكره بعد الورش اللي كانت موجوده، ورش العمل كانت موجوده على مدار 48 ساعه الماضيه. بكره هتكون بداية الجلسات بشكل رسمي زي ما حضراتكم شايفين. يعني في سوهو سكوير شباب العالم بيحتفلون حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. يعني مصر بلد الأمن والأمان، بنتكلم في محفل يعني قمة يعني الإنجاز. بنتكلم إنه كل تفصيلة من لحظة التحرك من مطار شرم الشيخ بتتكلم وبتقول حجم الجهد المبذول في هذا المؤتمر وهذا المنتدى. بنتكلم استقبال راقي منظم، بنتكلم حفاظ على الإجراءات الاحترازية بشكل أكثر من جيد وأكثر من رائع. بنتكلم عن إمكانيات تكنولوجية بتقول إحنا وصلنا فين من ناحية الميكنة وناحية التكنولوجيا. بنتكلم عن إمكانيات أصبحت متقدمة جدا فيما يتعلق بمكافحة كورونا، مش بس الحفاظ على التباعد الاجتماعي والاجراءات اللي كانت طول الوقت بيتم اعلانها، احنا بنتكلم كمان بيتم مواجهه هذا الفيروس وانتشاره باحدث الطرق العالميه. بنتكلم يعني روبوتات موجوده منتشره في كل الفنادق وكل اماكن اقامه يعني التي تاتي من الخارج. بنتكلم عن يعني تنظيم يصل بنسبه النجاح 100%. يعني بدايه من بكره هتكون البداية الرسمية زي ما حضراتكم عارفين. يعني ينطلق المؤتمر غدا وينتهي يوم 13 يناير الجاري، وهو تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنتكلم دي النسخة الرابعة، كانت البداية في 2017 ثم 18 ثم 19، وتوقفت بعد ذلك بسبب جائحة كورونا اللي تسببت في توقف يعني كتير جدا من الأمور في كل دول العالم مش بس مصر. بنتكلم انه سجل على الموقع الإلكتروني لمنتدى شباب العالم أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف دول العالم. بنتكلم إنه يعني في ناس من قارة أفريقيا، بنتكلم في أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، يعني كل الدول وكل الأماكن مشاركة بشكل كويس جدا. زي ما حضراتكم شايفين يعني سوهو سكوير الاحتفالات حتى صباح اليوم كل شباب العالم موجودين. النافورة الراقصة دي أحد أهم المعالم في مدينة السلام شرم الشيخ، النافورة الراقصة واحتفالات الشباب زي ما حضراتكم شايفين والرقص والاحتفال بهذا المنتدى، الأطفال المشاركين. احنا هنا من مدينة السلام بنقول لحضراتكم وبنقول لكل الشباب اللي بيمثلوا 196 دولة نورتوا مصر، ومصر قادرة على تنظيم هذا المؤتمر الهام، هذا المؤتمر العالمي. يعني لا اعتقد انه ممكن في دوله موجوده في العالم استطاعت ان تنظم حدث بهذا الشكل. احنا بنتكلم زي ما حضراتكم شايفين ممكن يعني دي النافوره الراقصه احد اهم المعالم في مدينه السلام شرم الشيخ. الاحتفال من شباب العالم حتى الساعات الاولى من صباح اليوم زي ما كنا بنشرح لحضراتكم، يعني شباب من كل الجنسيات موجودين بيحتفلوا وبيحتفوا بالتواجد في مصر. حدث مهم جدا، حدث كبير. يعني هذا الميدان احد اهم الميادين الشهيره في سوهو سكوير. شباب العالم المشاركين في المنتدى بدايه من بكره هيبقوا موجودين في الجلسه الرئيسيه وجلسات في المنتدى. في الحقيقه طبعا حدث مهم جدا، كل الشكر لكل القائمين على هذا الحدث والتنظيم الأكثر من رائع. زي ما احنا شايفين يعني شباب مصر متواجدين في أحد أهم الميادين. يعني وده نموذج، احنا بنتكلم انه ده ممكن الأعداد بدأت تقل في هذا التوقيت، لكن المشاركين في منتدى شباب العالم بالآلاف ممثلين يعني مشاركين في المؤتمر. منين؟ احنا من القاهرة. من القاهرة، اسمك ايه؟ اسمي محمد عمرو. يعني بنتكلم ان دول نماذج من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم موجودين كرة الروح الشرقية.
احنا تابعنا والمايسترو ده نموذج من الشباب اللي موجودين والمشاركين شباب يعني زي ما حضراتكم شايفين سماهم على وجههم. كلمونا قولوا لنا يعني عن المؤتمر والمشاركه قد ايه، موجودين من امتى، التنظيم شايفينه عامل ازاي، كلمونا قولنا اكتر. ده شيء عظيم جدا الحمد لله، احنا ربنا كرمنا وهنشترك في حفل الختام باذن الله، يعني حفل الختام بتاع منتدى الشباب. والتنظيم بصراحه فوق الهايل، والاستضافه كمان هايله، المعامله يعني ما كناش. انتوا فريق كورال ولا ايه؟ فريق كورال جامعه عين شمس، كورال روح الشباب. طب ما نسمع منكم اي حاجه لو جاهزين يعني من غير ميوزك يعني لو ننبسط شويتين يعني ممكن ناخد منكم اي عرض ولا اي حاجه. ممكن اقول لك يا دنيا سامعاني بس حته صغيره بس. بس بدون من غير اي موسيقى. ماشي نسمع. ممكن نوسع الدايره شويه. سمعاني سمعاني ابويا وصاني، يا دنيا سمعاني سمعاني ابويا وصاني، ما خلي جنسنا غير يخش اوطاني. اي والله ما خلي جنسنا غير يخش اوطاني. لا ده هايل هايل اكتر من رائع، يعني فخورين بيكم في الحقيقه طبعا. واحنا شفنا كتير جدا من العروض ليهم، يعني كانت افضل من كده بكتير جدا لما كان في يعني ميوزك وحاجات مساعده. يمكن ده زي ما حضراتكم شايفين نموذج من الاحتفالات اللي بتشهدها مدينه شرم الشيخ على مدار الايام الماضيه ومستمره باذن الله حتى نهايه المؤتمر. طبعا يعني تنظيم اكتر من رائع. بنتكلم انه ده تقريبا اكبر تجمع شبابي على مستوى العالم موجود في مصر. مصر رغم جائحه كورونا لو انها ما زالت يعني بتنظم ايفنت ومؤتمر شبابي هام جدا، معلن اسبابه اكيد من بكره ايضا هيكون في ورش متعلقه بجائحه كورونا وطريقه التعامل معها. طبعا ده كان لايف سريع اتكلمنا فيه مع حضراتكم عن اخر التطورات والاستعدادات والفعاليات فيما يتعلق بمنتدى شباب العالم. نسمع كلمه اخيره ونختم مع حضراتكم.